من هو خطيب الأنبياء؟ خطيب الأنبياء هو لقب أطلق على نبي الله شعيب عليه السلام، وهو سمي بهذا الاسم لفصاحته وبلاغته وعلو عبادته في دعوة قومه إلى الإيمان بالله عز وجل. ولقد بعث الله سبحانه وتعالى النبي شعيب إلى قوم مدين أو أصحاب الأيكة الذين كانوا ينقصون الميزان والكيال. ادعاهم النبي شعيب بعدم إنقاص المكيال والميزان، لأن ذلك يعتبر غشا وخداعا وكذبا، والله عز وجل لا يرضى بذلك. وقد وردت قصة شعيب في القرآن الكريم 4 مرات في كل من سورة هود، الأعراف، العنكبوت والشعراء. لقد تعددت الآراء حول نسب النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، حيث قال ابن إسحاق إنه شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين، الذي يعني بالسريانية بنزون. وقد قال أهل التوراة إنه شعيب بن صيفون بن عيفة، كما قيل عن شعيب أنه بن يشخر بن لاوى بن يعقوب. وجاء رأي آخر بأن شعيب بن نويب بن عيفة بن مدين. قبيلة مدين هم قوم عرب سكنوا في بلاد الحجاز في الجهة الشمالية التي تأتي بعد بلاد الشام القريبة من خليج العقبة. وقد كانت مدينة مدين التي كانت قريبة من أرض معان التي تقع على أطراف الشام القريبة من بحيرة قوم لوط الذين كانوا بعدهم بفترة قصيرة. وكان قوم مدين في دين إبراهيم عليه السلام دين الإسلام الذي يمثل دين جميع الأنبياء. وهؤلاء القوم لم يبقوا لفترة طويلة نتيجة كفرهم بدين الله عز وجل، فقد كانوا أصحاب تجارة وسلع ويحبون المال بشكل كبير، كما كانوا يعبدون الأيكة التي هي شجرة من الأيك التي يوجد حولها غيظة، وهي أشجار ملتفة على بعضها. وبالرغم من كفرهم فقد كانوا ينقصون المكيال والميزان ويأكلون المال الحرام. بالإضافة لذلك كانوا يقطعون طريق المارة ويعترضون القوافل ويعيثون في الأرض فسادا. أرسل الله عز وجل النبي شعيب لقومه لهدايتهم ودعوتهم لعبادته وحده لا شريك له، ولنهيهم عن الإنقاص في المكيال والميزان، وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقليل من الحلال خير من الحرام الخبيث، إذ أن الكثير من الحرام ممحوق لا خير ولا بركة فيه. ولكن قومه قابلوه بالسخرية والاستهزاء ولم يستجيبوا لدعوته وتمادوا في أفعالهم، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب الشديد وجعلهم عبرة لغيرهم من الأقوام، إذ رجت بهم الأرض وزلزلت زلزالا شديدا فأزهقت جثثهم. توفي النبي شعيب بعد هلاك قومه بمدة من الزمن، حيث مات في الأردن ودفن فيها، ويوجد قبره في وادي شعيب، وهو مقام معروف ومشهور. وهناك بعض الأقوال التي تتحدث عن موته في مكة، حيث دفن هو ومن معه من المؤمنين في قبور تقع غربي الكعبة بين دار بني سهم ودار الندوة.